بس بالذات حقيقي الاناث هم الاكثر فئه فيهم فقر دم بكتير، والغريب ان هم بيتجاهلوا او هم مش واخدين بالهم ان هم عندهم فقر دم. تبقى الست مثلا او الشاب رايحه بتشتغل ورايحه وجايه وهي تعبانه وهي مش متخيله ان كل ده بسبب فقر دم. نتيجة ايه يا دكتور عند النساء؟ يعني ليه النسبة أكتر عند النساء لا من أي فئة احنا تانية؟ بنتكلم بالذات عند طائفه النساء اللي هم اقل من 40 او 45 سنه، الا وهي السبب الاساسي بتاعنا هو نقص الحديد نتيجه الدوره الشهريه الكتير. هو في خطا شائع عند الستات ان اغلبهم الدوره الشهريه بتجي لها بقى لها فتره، بتجي لها بكم معين، فتفتكر ان ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعها، دي الدوره الشهريه بتاعتي. لا، مش ده الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك الدوره الشهريه كميه الدم اللي يفقد قد كده، بالظبط. فهي مش متخيله ان هي الدم اللي بتفقده كل مره ده قد كده، ده هو ده اللي بيسبب لها فقر دم. فبناء عليه ان هي تاخد العلاج وفقر الدم ده يرجع تاني، لان الدوره الشهريه اللي هي سبب المشكله لسه ما اتعالجتش. تمام. فعشان كده احنا لازم نبقى موجهين اهتمامنا ان انا بعالج فقر الدم وعالج سببه، وبالذات بالنسبه للستات اللي هو ايه الدوره الشهريه الكثيفه، اللي هي مش متخيله ان هي ده، متخيله ان هي ايه الدم الكتير ده اكنها بتتطهر او بتنضف من الدم ده. لا، هو المفروض انت كميه الدم اللي تفقديها شويه صغيرين، مش كل ده عشان يعمل لنا تكرار لفقر الدم وكل شويه تيجي للدكتور وتاخدي علاج وتكرر الحكايه كذا مره. طيب حجم الدم الطبيعي